الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله اجورنا واجوركم لمصابنا بسيدنا الحسين صلوات الله عليه وجعلنا واياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. من محمد،, محمد، معجل، معجل. أقدم التعازي والمواساة. أه لمقام مولانا صاحب الشأن العظيم والحصن المنيع وصاحب العصمة الإلهية الكبرى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أه أقدم التعازي والمواساة بهذه المناسبة وبهذه المصائب العظيمة والعظيمة والأليمة كل ما نقوله فهو قليل ولن نفي حقها فمصائب عاشوراء وعلى الرغم من مرور اكثر من ألف 1300 سنه عليها فهي مستمره وباقية حيث ان الله عز وجل قرر ديمومه عاشوراء وخلودها تكوينا في ايام الظهور ظهور المولى صاحب الزمان ومع الانتقام والاخذ بثار العظيم من الظالمين الذي ياخذه الامام صاحب الزمان ومع ذلك فان عظمة الدم الطاهر للإمام الحسين عليه السلام الذي أريق ومع ذلك الانتقام الواسع الذي أخذه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عجل الله تعالى فرجه لن يستوفي بذلك الدم ويبقى الثار باقيا إلى يوم القيامة قد ورد في الروايات الشريفة التي يعبر عنها العلماء بالمتواترة وتواترها إما لفظي او معنوي أو إجمالي ورد هذا في هذه الروايات المتواتره. أنا من باب التكليف الشرعي من باب الوظيفه الشرعيه أقدم الشكر من لجميع الأشخاص الذين ساهموا وشاركوا وبذلوا جهودا في إحياء عشرة محرم الحرام سواء كانوا في الدول الاسلامية وغير الاسلامية في المدن والارياف وفي البيوت والحسينيات والمؤسسات والمساجد وفي الشوارع وفي المجالس وتأسيس الهيئات و الذين ساهموا في جمع التبرعات، بذل الاموال، اطعام الطعام وتهيئه الامور وكل ما نذكره ونقدمه من الشكر ف... فانه لا, لا يكون وافيا علينا ما يجب علينا من اداء حقهم من الشكر من الواجب من اداء حقهم من الشكر لهم والدعاء لهم كل ما نقوله قليل أن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يدعون لهؤلاء لهؤلاء في أوقات عبادتهم وبدموع جارية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في في ذلك الوقت الذي لم يكن للإمام الحسين عليه السلام إلا ثلاثة أو أربع سنوات إلا ثلاثة أو أربع سنوات دعا وبدموع جارية لسيد الشهداء صلوات الله عليه ولمن ينصر الإمام الحسين عليه السلام وفي ذلك اليوم وأنا ذاك كان كان قبل وقوع حادثة عاشوراء بخمسين عام وبكى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عليه وبكت مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام وبكى من قبل وقبل هؤلاء النبي آدم وجبرائيل بكى والله سبحانه وتعالى ويمكن القول بأن الله تعالى هو أول من يبين مصائب سيد الشهداء وقرأ المراثي مراثي سيد الشهداء لجبرائيل فجاء جبرائيل وقرأها على أبو البشر آدم ومن ثم النبي نوح بعده إبراهيم والنبي موسى والنبي عيسى عليهم السلام هؤلاء الأنبياء والأنبياء الذين كانوا بين هؤلاء قد ورد في بعض الروايات أن جميع الأنبياء المئة والأر والأربعة والعشرين ألف نبي جميعهم بكوا على ناحوا بكوا وناحوا على الحسين على مصاب الحسين فاي حادثة هذه واي عظمة؟ هناك مسائل تكوينية واخرى مسائل تشريعية. في المسألة التكوينية ان الله تبارك وتعالى شاء واراد الخلود لهذه القضية لهذه الواقعة. اراد ديمومي اراد الخلود لها الى يوم القيامة لا تنتهي. ان الاشخاص الذين لهم المام بالرواية الشريفة وأنا أكرر مرة أخرى وأوصي الشباب الشباب المؤمنين الواعين أن يقرأوا الكتب ما تيسر وما تجدون من الكتب المفيدة كثير من الأمور من الوقاعة لم تذكر ولم تنقل ولكن موجودة في الكتب اقرأوا الكتب اقرأوا ما جرى في كربلاء المذكورة في الكتب مثل كتاب كامل الزيارات كتب العلام المجلسي كتب الشيخ العباس القمي وغيرها من الكتب الاخرى، بقدر ما يمكن يمكنكم انني اقدم الشكر والامتنان للجميع وادعو لهم وملتزم بذلك في كل صلاه ادعو لهم وليس من باب المنه والتكرم على احد بل بل من باب الوظيفه والتكليف اقوم بهذا العمل لنفسي بعنوان الوظيفه الشرعيه واقتداء بالمعصومين عليهم السلام كما كانوا هم يفعلون ويدعون. وهنيئا هنيئا لاولئك الذين كانوا كانوا سابقا ورحلوا. والذين ساهموا وتحملوا المصائب والصدمات في إقامة الشعائر أهل البيت في مراسيم مصائب الإمام الحسين عليه السلام ابتلوا بالمصائب مختلف المصائب والمحن من التعذيب والآلام والتشريد والضرب وشات مصادرة الأموال وما شابه ابتلوا بهذه الأمور في قضية الإمام الحسين هنيئا لهم هنيئا لهم راجعوا الروايات الروايات العديدة لا واحدة ولا اثنتان. كلها تؤكد تحث وتؤكد على أن الخوف لا يمنعكم من إقامة الشعائر، شعائر أهل البيت عليهم السلام. وإن أصبتم بالبلاء تحملوا الصعاب في هذا الطريق، عليكم الاستقامة، عليكم بالثبات في هذا الطريق قال الإمام المعصوم عليه السلام إن الأجر يكون على قدر الخوف إن الأجر على قدر الخوف بعضهم إذا هدد يوما إذا هدد فلم تغمض عينيه إلى الصباح هذا أجره أكثر لشدة خوفه، وآخر إذا تم مصادرة أمواله أو محله بيته فهذا يخاف، يخاف كثيراً. هذا الذي خوفه أكثر فيكون ثوابه أكثر وأعظم مقامه أعلى، وهكذا. قال الإمام كما هو مضمون الروايات أن الذي حبس يوماً يختلف عن الذي حبس يومين. والذي حبس مثلا شهرين يكون أجره أكثر من الذي حبس الشهر كلما زادت مشقته وخفه زاد أجره وثوابه هذه قضية الإمام الحسين عليه السلام لها جهتين الأولى بالنسبة إلى مسألة التولي والثانية مسألة التبر من أعدائه وهذه مسألة بالغ الأهمية مسألة حاسمة ليس لها حد وسط ورد في الروايه عن الامام عليه السلام قال نحن لم نبين لكم ما نعلمه من عظمه الزياره زياره الامام الحسين لم نبين عظمه هذه الزياره لكم لو اننا حدثناكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج راسا وما حج منكم احد فماذا اراد الامام ان يبينه بهذا القول انا اشكر الجميع وادعو للجميع واقول هنيئا هنيئا لمن تحملوا في هذه العشره من محرم الحرام في هذا العام وسابقا وفي السنوات الماضيه تحملوا الاذى وتحملوا الاذى اكثر من الاخرين تحملوا انواع المشاكل والصعوبات المشاكل سواء المشاكل الاسريه المشاكل السياسيه المشاكل الاقتصاديه المشاكل الصحيه العياذ بالله الذين اصيبوا بالامراض وتحملوا الصعوبات هنيئا لهم هنيئا لهم. أما الذين آذوهم وتعرضوا لهؤلاء الويل لهم،, الويل لهم الويل لهم الويل لهم أنهم قد خسروا الدنيا والآخرة. حيث أن الله تعالى يعفو عن حقه يتغاضى عن حقه ولكن لن يعفو عن عن حق الإمام الحسين عليه السلام. أن الله تبارك وتعالى أذن من باب الامتحان أذن أن يقتل الإمام الحسين بتلك, بتلك الحالة الفجيعة هو وأولاده وأهل بيت وأهل بيته وأصحابه قتلوا بتلك, قتلوا بتلك الحالة الفجيعة وأهل البيت الذين هم حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله أصبحوا سبايا بتلك الحالة الأليمة مع تلك الصعوبات من بلد إلى آخر أجاز كل هذا ولكن بعد ذلك حينما تم فتح الماء وفتح الماء على قبر الإمام وأرادوا هدم القبر لم يأذن أن تصل قطرة ماء إلى قبر الشريف إن الإمام سيد الشهداء عليه السلام قتل وذبح عطشاناً الامام الحجه بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر في اول ظهوره ينادي يقول يا اهل العالم يا اهل العالم هذا النداء لجميع العالم لا تختص بالشيعه للمسلمين فقط انما يعلن لجميع البشريه يا اهل العالم ان جدي الحسين قتلوه عطشانا ان الله اجاز هذا الامر تكوينا لم يمنع من قتل الإمام الحسين في ذلك الزمان ولكن بعد ذلك ما صنع بهؤلاء الذين منعوا الماء عن الإمام الحسين عيسى ما فعل بهم في الدنيا والآخرة وها هم ومنذ أكثر من 1300 سنة دخلوا إلى جهنم في الدرك الأسفل من نار جهنم ونرى في يوم القيامة أن عذابهم لن ينتهي وكل بحسب حاله بحسب ما فعله ومن المناسب هنا أيضا أن أوصي الأخوة الكرام الرجال لا تمنعوا لا تحلوا أسركم وأهليكم من المشاركة في المجالس الحسينية في المجالس وفي العزيات تحملوا شيئا من الصعوبات اذا كان تحملوا واذنوا واذنوا لهن المشاركه في المجالس من اجل الامام الحسين عليه السلام حتى اذا كان في صعوبه وكذلك فاني اوصي الاخوات المحترمات لا تمنعوا لا تجعلوا عوائق ومشاكل الأمام ازواجهن ان إذا شاركوا الرجال في مجالس الإمام المظلوم عليه السلام تأخر شيئاً وتعب أو مثلاً ما شابه ذلك من التأخير للحضور في المجالس تحملوا عليكن الصبر حتى لا تبينوا ذلك في كلماتكم هذا كله للإمام الحسين عليكم الصبر التعامل الإيجابي لأجل القضية الحسينية وإحيائها المنع عن هذا فيه خوف حتى الشيء القليل المقدار القليل منه عظيم وصعب في الدنيا والاخره اذا ركب شخصا في السياره في شده الحر ويأخذ مثلا بيده ورقة ويسير مئات الكيلومترات في الحرارة العالية بدرجة تصل إلى خمسين درجة أو أكثر هل تحترق الورقة في هذه الحرارة؟ لا تحترق ولكن إذا كان لديكم عدسة مكبرة ذات حجم صغير بحجم كف اليد تعكس حرارة الشمس على الورقة فإنها سوف تحترق بسرعة ماذا تفعل هذه العدسة؟ عملها هو جمع الحراره وتركيزها على الورقه، الحراره القليله تركزها وتجمعها فتصبح محرقه. قضيه الامام الحسين عليه السلام هي قضيه مركزه، التركيز من حيث الايجابيات مركزه ومن حيث السلبيات مركزه، اثرها اثر عظيم. نعوذ بالله من السلبيات لانها قويه ومدمره. وكذلك أوصي الآباء والأمهات عليهم أن عليهم الحث حث أبنائهم الأولاد والبنات للمشاركة في إحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام المقدسة وعدم صدهم عن ذلك عليهم التحمل في سبيل الحسين عليه السلام أوصي الشباب الأولاد والبنات مراعاة الوالدين والتعامل ان قضيه الامام الحسين عليه السلام لا نظير لها لا نظير لها من حيث المجموع هي قضيه منحصره هي قضيه لا نظير لها ان الكثير من الاباء والامهات ياتون الي ويشكون ويشكون من افعال ابنائهم الشباب وبالعكس الشباب فهناك من يأتيني من الشباب ويشتكي من والدته مثلا يقول الشاب أريد أن أمارس تلك الشعيرة المقدسة ولكن والدتي تمنع تمنعني عن ذلك تقول أني غير راضي عن فيه أيها الأم لماذا تقولين ذلك؟ لماذا تمنعين عن أداء الشعيرة الحسيني؟ لا تكوني مانعا وسدا فدعي الشاب ولدك أن يكون حسينيا وليكن مضحيا في طريق الإمام الحسين فلينشأ في هذا الطريق وهنا لابد أن أبين مسألة شرعية بعنوان واجب كفائي علي لعل الكثير من الناس لا يعلمها يجب تعليم هذه المسائل أن, إن تعلم المسائل التي هي محل ابتلاء هو واجب عيني على الأشخاص وأيضا بيان تلك المسائل وتوضيحها هو واجب كفائي على من يعرفها وأما من لا يعلم فإن الواجب الكفائي أن يتعلمها ويعلمها بعد ذلك هذه المسائل مذكورة العلماء ذكروها في الكتب يجب الطاعة واجبة لثلاث الطوائف أن وجوب الطاعة يختص بثلاثة طاعة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله والمعصومين الثلاثة عشر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهرة والأئمة الاثنى عشر ولكن إطاعة الأم وإطاعة الأب ليست واجبة لا تجدون فقيها يقول بأن إطاعة الوالدين واجبة على الأولاد نعم إن إذاءهما هو فعل محرم ويسمى العقوق العقوق والإذاء هذا هو الحرام وهو مثلا أن لا يتحدث مع الآباء ويتركهم مثلاً هذا مصداق للعقوق وهو من الكبائر والمحرمات ومن الأمور المحرمة, المحرمة الأخرى هو إذاء الوالدين بأن مثلاً يضربهما أو التعامل معهما بشكل غير لائق. تأذي الوالدين ليس من المحرمات بحسب قول المشهور من العلماء وإنما إيذاؤهم هو حرام وهنا بينا الواجب الكفائي علينا في تعليم المسألة وبيان المسألة ووظيفة الأشخاص هي والأشخاص يتبعوا المسائل ويتعلموها على الأباء والأمهات عدم تجاوز الحدود التي شرعها لهم الله لا يجب طاعتكم على الأولاد نعم مهما فعلتم يحرم على على الابناء ايذاؤكم وترككم وهجرتكم ايذاؤكم لا يجوز ان يؤذي الابن والديه الايذاء حرام لا التاذي. وهكذا بالنسبه الى المراه وزوجها هذه وظيفه استحبابيه مهمه ان يتعايشوا أن يتسامحوا أن يتسامحوا فيما بينهما إذا حصل شيء من أحدهم يتغافل الآخر التعايش هذا كله ليس بواجب أو حرام وقد ذكر في الفقه الحقوق الواجبة للزوج على الزوجة وبالعكس مذكورة في الفقه هذه الأمور فقرأوا ذلك كل من له زوجة أو المرأة التي لها زوج لا بد أن تقرأ ويتعلم أن يقرأ ويتعلم باعتبارها محل ابتلاء لا تفعلوا الحرام وتعتقدوا بأنكم تفعلوا عملا حسنا أو حلالا ولا تتركوا الواجب لاعتقادكم بأنه ليس من الواجبات فإنكم غير معذورين إلا أن يكون الشخص بينه وبين بين الله قاصرا على أي حال فهذه كلها من العمومات وفي كل شيء وأما بالخصوص بالنسبة إلى الإمام الحسين فلا بد من إبداء سعة الصدر فيها. على المرأة التسامح وسعة الصدر مع زوجها، كذلك الرجل أيها الرجل كن واسع الصدر بالنسبة إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام. كل هذه الأمور يكون في في ميزان الإمام الحسين عليه السلام في طريق إحياء الإمام الحسين وهذا وهذه من الأمور التي تكون مركزة مؤكدة القليل منها يوجب اثر عظيم. لقد ورد في الروايات الشريفه وقد ذكرتها سابقا في السنوات الماضيه بان الارض هل هل الارض مكلفه؟ نعم انها مكلفه مكلفه بالنسبه الى اولياء الامام الحسين عليه السلام واعدائه هي موظفه هي مكلفه أنه مهما جاءوا بعدو من أعداء الإمام الحسين عليه السلام أن أن تعذبه بأشد ما يمكن الأرض تعذبه بتمام قواها هذا فضلا عن تعذيب النكير والمنكر لهؤلاء الأعداء وهذا غير ما قاله هو الإمام أن في بعض الموارد أن المنكر أن النكير يأتون بعمود من النار نعوذ بالله عمود من النار لا يوجد مثل هذا في الدنيا أن العمود في الدنيا إما أن يكون من حديد أو, أو ما شابه أو المعادن ولكن في الآخرة تكون من النار نار عين الفولاذ ويضرب بمثل هذا والامام الرضا عليه السلام قال ان ضربه واحده توجب ان تكون القبر مملوء نارا الى يوم القيامه، لا تطفى لا تبرد ابدا مع ضربه واحده الى يوم القيامه. حضرت حضرت الرضا الله أنا أوصي الجميع بالنسبة إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام ويجدر الإبتعاد من احتمال الابتلاء بمثل هذه الأمور. وهنيئا لمن قتل في طريق الامام الحسين عليه السلام سواء اولئك الطيبين الذين قتلوا في يوم عاشوراء في سنه 61 الهجريه بين يدي الامام الحسين عليه السلام وسواء من قتل من بعد ذلك والى يومنا هذا وماتوا في السجون وفي التعذيب هنيئا لهم هنيئا لهم والويل الويل من يضع العقبات أمام الشعائر الحسينية المقدسة سواء في الدول الإسلامية ومع الأسف أو في الدول الأخرى في أي بقعة من بقاع العالم کار كردن کردن برای شعائر مقدسه امام حسین چه در کشورهای اسلامی متاسفانه و چه در کشورهای دیگر هر جای الذين رحلوا من الدنيا في طريق الإمام الحسين عسام لأي سبب إن كان كما قيل لي بالنسبة إلى الذين أفدوا بأرواحهم في طريق الإمام الحسين عليه السلام في المشاركة في عزاء ركض الطويريج في هذه السنة فطوبى لهم نسأل الله تعالى لهم الغفران والأجر الجزيل ولأهلهم الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل إن مثل هذه الأمور بعضها تقديرات إلهية إن مثل هذه الأمور من التقديرات الإلهية وقد تحدث فقد حدثت مثل هذه الحادثة أمام عيني قبل أكثر من خمسين عاما كنت أشارك أنا كنت أشارك في تلك الركضة وكان يشارك فيها أخي المرحوم والأخ الثاني أيضا وكذلك كان المرحوم الوالد كان يحضر في هذا العزاء ويحضر فيها المراجع العظام الأساتيذ الفضلاء الأطباء المهندسين وطلبة الحوزات العلمية التجار وكان يحضر فيها كثير ممن من يوفق إلى ذلك ووقع مثل هذه القضية في باب قاضي الحاجات قبل أكثر من خمسين سنة أه جئت أنا إلى باب قاضي الحاجات ودخلت إلى الصحن الشريف عليه السلام وكان في ذلك الوقت كان يتوقف العزاء في مزار ابن حمزة ابن حمزة وهو أحد العلماء الكبار للشيعة ويبعد قبره عن الحرم الشريف مقدار مسافة كيلومتر أو أكثر فكانوا يتوقفون ويصلون صلاة الظهر وصلاة العصر وكان احد السادة من تلك الجماعة وكانوا يبدأون العزاء والركضة وراء هذا السيد المعمم الذي كان يصرخ وحسين وحسين وتصرخ معه تلك الجماهير فيتجهون صوب الحرم الشريف حرم الامام الحسين عليه السلام كان العزاء يمر في ذلك الوقت من الميدان من قبل ذلك من شارع العباس عليه السلام و ثم يذهبون إلى السوق سوق العرب وبعدها كان يدخلون إلى باب قاضي الحاجات وكان يدخلون إلى الصحن الشريف في ذاك الزمان لم يكن في ذلك الوقت حاجز حول الظريح المبارك فكان يدخل العزاء إلى داخل الحرم المقدس وكان يطوف حول الظريح وكان يعزون. كان يدخلون من باب قاضي باب قاضي الحاجات يدخلون الى الايوان وكانوا يدخلون من مقابل يدخلون الى الضريح ومن جهه الراس الى جانب الخلف ومن جانب قبر العلي الاكبر عليه السلام ويخرجون من الباب وبعدها يتجهون صوب قبر مولانا ابي الفضل العباس عليه السلام هكذا كانت وانا كنت حاضر دخلت الى الصحن الشريف و وفي مقابل عيني والمئات الذين كانوا هناك حدثت قضيه مثل ما حدث في هذه السنه سقط بعضهم ومن ثم سقط عليهم اخرين وهكذا ولم تمض سوى دقائق فحصل ما حصل فكانما كان تقديرا كان تقديرا الهيا كل من كان في الصحن كلهم كانما توقفوا جمدوا في تلك اللحظه لم يتحركوا حركة إذا جاء القدر عمي البصر كان تقدير كان تقديرا لهم أن يرحلوا إلى العالم ذلك العالم سقط عدد منهم بين شهيد وجريح قام عدد من الأشخاص في ذلك الزمان وسعوا سعوا لمعرفه الشهداء من مختلف المدن والقرى والاتيان بصورهم، كان المتصدي لهذا الامر المرحوم اخي السيد حسن رحمه الله كان يرسل الاشخاص الى مختلف المدن المدن والقرى للتعرف على اسماء هؤلاء وصورهم فكان العدد الذين لم يتم معرفتهم لا يتجاوز الاثنين او ثلاثه اشخاص وقد طبع حينها كتاب كتاب باسم ضحايا عزاء الحسين عليه السلام وتكرر طباعة طباعة الكتاب لمرات متوالية وذكر في في في, في الكتاب حوالي أربعين شخص أسماء هؤلاء وصورهم وتاريخ ولادتهم وشو ما كانوا يفعلونه. طبع هذا الكتاب. لا بأس ان اذكر هنا مطلبا ولا يعلم بها احد كان رجلا وكان في عداد العلماء ولكن كان المقرر من المقرر ان يعنون هذا الكتاب بعنوان شهداء عزاء الحسين عليه السلام كان هذا العالم والعياذ بالله بكلمة سلبية في قضية الإمام الحسين يوجب له سوء العاقبة والشقاء، الشقاء في الدنيا فأحيانا ترى كلمة سلبية تجلب للإنسان الويلات، القصور فيها أيضا توجب البلاء، لا عذاب فيها لأن العذاب يكون من جهة التقصير أن الله عادل لا يعذب على القصور ولكن النعم تسلب النعم بسبب القصور إن الإنسان إذا كان قاصرا ووقع في النار فهل يحترق أم لا نعم يحترق طبعا يحترق كذلك إذا وقع على العطر فإنه يأخذ الريحة الطيبة وإن لم يعلم بذلك ليس في هذا قصور وتقصير والله سبحانه وتعالى قد ربط قصة وحادثة الإمام الحسين عليه السلام أكثر من من جميع الحوادث والقصص الأخرى بالمسائل التكوينية ولهذا فيها خوف ولا بد من الاحتياط على الإنسان الحذر من التفوه ولو بكلمة سلبية ولو بكلمة صغيرة سلبية في هذا المصير الويل كل الويل لكل من يحدث المشاكل الصعوبات للشعائر الحسيني، ذاك الرجل كان عالما تعامل مع السيد الأخ بقساوة وحدة كان تعامله قاسيا كنت انا حاضرا لأنه كان يريد ان يسمي الكتاب الأخ كان يريد ان يسمي الكتاب شهداء العزاء الحسين قال له قال له بتعبير سيء بتعبير سيء لا اريد ان أكرره قال انكم تريدون أن تعبرون عن بعض الناس الذين لا يعرفون الطهاره والنجاسه تسمونهم بالشهداء قالها بكلمات رديئه ولهذا قد توقف اخي عن هذا رفع اخي هذا الاسم اسم الشهداء وسماها باسم ضحايا لذلك الموقف والكلمه وطبع بهذا الاسم وقد كنت في كربلاء وشهدت بنفسي معاناه ذلك العالم وعاقبته حيث قضى عمره بالدرس والعلم ولكن واجه من الصعاب الكثيره صار عاقبته انه لا يملك قوت يومه ويحتاج الى الطعام بعدما كان ثريا وكان ينفق الاموال على الاخرين ومن ياتيه هذا احد الابتلاءات الصغيره التي ابتلي بها قال قال احد لي لان هذا الرجل اتاني واراد ان يستقرضني شيئا من المال لدفع ايجار البيت و ولم يقرضه ذاك الشخص ايضا قضيه الامام الحسين يخاف فيها كثيرا لابد من الاحتياط الانسان اذا ابتلي ما ما يفعل حينئذ اذا اذا احترق اذا ابتلى بالنار ماذا يفعل بكلمة واحدة فقط لم أرى منه شيء آخر غير هذا التعبير السيء والكلام خلاف الأدب بالنسبة إلى هؤلاء الذين ماتوا في سبيل الإمام الحسين لأجل كلمة واحدة فقط اليس هناك روايه تقول من مات على حب ال محمد مات شهيدا؟ اليس من سقط في ذلك اليوم هم من محبي اهل البيت عليهم السلام؟ على كل حال اقدم شكري الى جميع من ساهم في تعظيم واحياء الشعائر الحسينيه المقدسه في كل بقاع العالم لا سيما من تعرض الى البلاء وعانى ومع الاسف الشديد بعض الناس الذين لا يعرفون المسائل الشرعية وبعيدين عن الموازين العلمية لا يعرفون الموازين العلمية ولكنهم يفتون حسب أهوائهم ويقولون هذا حلال وهذا حرام راجعوا في الرواية وردت أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان في المسجد المسجد الحرام في فترة الحج وقد اجتمع حوله عدد من الناس ليسألوه عن بعض المسائل فدخل أبو يوسف إلى المسجد الحرام أبو يوسف هذا أبو يوسف قبره الآن خلف الصحن الطاهر للإمامين الكاظمين عليهم السلام من باب القبلة إذا دخلتم في جانب اليمين خلف الحرم هناك قبره أبو يوسف أنا ذاك كان قاضي القضاة في جميع الدول الإسلامية كان حاكما وحكمه جار والشخص الثاني في ذلك الزمان في زمن هارون وقبل هارون المنصور والهادي العباسي هذا الشخص أبو يوسف ومعه عدد من الاشخاص والحواشي دخل الى المسجد فجاء الى الامام الامام موسى بن جعفر عليه السلام وهو واقف وذكر احد المسائل بحاله من السخريه والاستهزاء ذكرها وقال انك قلت لشيعتك كذا كذا وكذا ساخرا اجاب الامام عليه السلام نعم وقبل ان يبين الامام الوجه في هذا الجواب وقد بين الوجه في ذلك بان فعلنا هذا كما فعلها رسول الله صلى الله عليه واله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل هذا قال الامام لهذا القاضي هذا القاضي الذي كانت بيد قدرته وقوته وجبروته جميع الدول لا دوله واحده او مدينة واحدة هو الشخص الثاني الأول الأول هو الخليفة كان في ذلك اليوم والثاني هو القاضي كانت له رتبة عالية ونفوذ عالي الإمام عليه السلام قال له قبل بيان السبب في حكم هذه المسألة قال له أنتم تلعبون بالدين هكذا خاطبه الإمام بدون خوف منه قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية قصة عظيمة قضية عظيمة والعياذ بالله أن بعض الناس لما يواجهون هذه القضية يصلون إليها يلعبون بالدين فيها يبدأون باللعب في الدين يتدخلون في قضيه الامام الحسين يقول ان الامر الفلاني ضرري فيه ضرر اي فقيه قال بان الضرر حرام لا ضرر قاعده لا ضرر يعني ان الاحكام التي جعلها الشارع المقدس فان هناك فان كان في الأحكام الضرر يرتفع ذلك الواجب أو الحرام بسبب الضرر نعم هناك ثلاثة أنواع من الضرر المحرم الأول الإنسان ينتحر يقتل, يقتل نفسه من دون سبب وداع نعم لا إذا كان مورد من معرض القتل لجهاد شرعي صحيح بين يدي الإمام عليه السلام فهذا غير منهي ولكن القتل انتحارا هذا يكون حرام ورد في القرآن الكريم لا تقتلوا أنفسكم هذا الضرر الحرام الضرر المحرم الثاني هو أن يقوم الإنسان بقطع أحد أعضاء جسده بلا دليل للمريض الذي عليه إجراء العملية الجراحية بل من يقطع هذا العمل من دون سبب يقطع الإصبع مثلا أو الأذن او ينفي احد القوى الاحاسيس يعمل ما يجب انتفاء النظر بالعين من دون ان يصيب بعينه او يعمل ما يجب القضاء على قوه الاستماع او قوه التكلم او القضاء على قوه الذائقه او الشامه او ان تاتي المراه وتقضي على قوتها على الحمل والإنجاب مثلا لا بسبب ضرورة حدثت نعم إن كان ضرورة فذاك حكمه مكانه إن الضرورة تبيح هذا حرام تعطيل القوى حرام الحرام الضرر الثاني والثالث وأنا لا بد أن أبين هذه الأمور التعليم الآخرين كواجب كفاية الكل لا بد أن يبينون الثالث هو التعرض للاخطار العظيمه يعني التعرض للاخطار العظيمه اي تناول مثلا شيء يسبب له مرض خطير مثلا من قبيل السرطان باختياره وارادته لا تناول شيء يؤدي يؤدي الضرر من بعد خمسين سنة أو مرض مثلا تهشم العظام فهذا غير محرم هذا من جملة ويدخل تحت الناس مسلطون مسلطون على اموالهم وأنفسهم لا بل يفعل ما يجب أن يبتلى بسببه مباشرة بمرض خبيث بسل أو سكر مثلا أو سرطان هذا حرام هذا حرام فقط وغيرها لا يدخل في المحارمات نعم إنه مضير مكروه وغير جيد ولكن ليس محرما مثلا ينام الانسان قليلا في فتره من الزمن ثم يبتلي بشيء او ياكل كثيرا يبتلي بنفخه مثلا هذا ليس محرما الذي لا يوجب الموت او شيء من هذا القبيل نعم انه فعل خطا من المكروهات ولكن هذا ليس حرام لا يطلق عليه الحرام تحريم الحلال أن حلال الله يقال له بأنه حرام هذا أمر ثقيل للغاية ثقيل للغاية عظيم جدا ها هو القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول عن أشرف الأولين والآخرين لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين القضية الصادقة وإن لم يستقطر فيها الله يقول أن هذا النبي أشرف الأولين والآخرين لو تقول علينا بعض الأقاويل نقطع عنه الوتين نقطع منه اليمين هذه الآية هذه المقولة ليست إهانة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن هذه الآية في مقام بيان أن الحكم بخلاف الواقع أمر عظيم جدا سيئة كبرى عظيمة تبين مدى شناعة هذا العمل عند الباري عز وجل الشخص الذي لا يعرف شيء يقول ويتقول، أحيانا هناك فقيه يعرف الموازين لا أقصد ذلك الفرد الفرد العادي الذي ليس في هذه المرتبة يتدخل في شؤون القضية الحسينية ينبغي الحذر الحذر قضية الإمام الحسين عليه السلام حساسة للغاية عند الله سبحانه وتعالى وكلما أقول قليل كلما أذكره فهو قليل نعم وردت في الرواية قال الإمام عليه السلام لو قلت بما في زيارة الحسين لتركتم الحج رأسا ماذا كان يريد الإمام عليه السلام أن يقوله لكي الناس يتركون الحج رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام تقابل حجة من حجج من 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 تقابل حجة من حججي أو أو حجتين عشرة مئة وهكذا على كل أنا أوصي الجميع وخاصة من بيده زمام الأمور من قبيل المتصدين للهيئات الحسينية الحسينيات أصحاب المواكي لا يأتون بالسلبيات في قضية الإمام الحسين عليه السلام وهكذا من أعلى من هؤلاء المسؤولين المسؤولين في الحكومات أصحاب القرار، الحكومات الإسلامية أو الحكومات غير الإسلامية، الوزراء، النواب، كل هؤلاء عليهم أن يحذروا الحذر، الحذر وعدم اتخاذ فعلاً وقولاً يتناقض مع القضية الحسينية، يقابل القضية الحسينية، فبذلك خطر عظيم الشقاوة في الدنيا والآخرة بأمام حسين. وهناك أيضا موضوعين لا بد من تناولهما ولو بشكل مختصر الأول هو أن العشرة الأولى من عاشوراء انصرمت وانقضت ولكن واقعة الإمام الحسين عليه السلام وقضيته المصيرية بقيت عليها خمسين يوما أيضا المتبقي من هذه الأيام عليكم السعي الجاد، بذل الجهود لبقاء جذوتها حرارتها، واسعوا ان يكون واسعوا الاستمرار الى نهاية شهر الصفر حسب قدرتكم، حسب ما تقدرون على ادائه حتى وان ادى ذلك الى الوقوع في المشقة والعسر واخذ القرض لقد شاهدت الكثير والكثير من العظماء الشخصيات حتى المراجع واناس قد اخذوا قروضا متعدده الواحد تلو الاخر من اجل الحفاظ على الشعائر الحسينيه اقترضوا ولادائها اقرضوا قرضا اخرا وهكذا اوقعوا انفسهم في القرض لقضيه الامام الحسين والى نهايه شهر الصفر ينبغي الاهتمام للمجالس الحسينيه واوصي ايضا على الحسينيات الاستمرار باقامه المجالس اينما تكون في هذا العالم في اي مكان من هذا العمل ان تستمر المجالس وأن تكون المجالس في كل سنة من السنوات أفضل وأعلى من السنوات الماضية. وهناك بعض الحسينيات تقيم المجالس لمدة شهرين. وحتى يوم الثامن من ربيع الأول يوم استشهاد الإمام الحسني الإمام الحسن العسكري عليه السلام فهنيئا لهم هنيئا لهم. ومن لم يكن له هذا البرنامج فليسعى في التوسعة وأن يوسع شيئا فشيئا. وفي هذه العشرة العشرة الأولى من محرم كما نقل لي في هذه السنة ونقل لي أيضا في هذه الليلة ذكروا لي وقالوا لي ونقلوا أن الشعائر والمجالس الحسيني عليه السلام كانت في جميع أصقاع العالم أفضل بكثير مما عليه في السابق وكانت أقوى والحمد لله على ذلك هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى طوبى لمن حاز هذه التوفيق هذه الموفقية بمشقة وصعوبة وخوف طوبى لهم الموضوع الثاني هو أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هي أحد الشعائر الحسينية المقدسة ومن الشعائر العظيمة المهمة جدا يصل عدد الزائرين في أربعين الإمام الحسين إلى عشرين مليون أو عشرين مليون زائر أو أكثر أو أقل ثلاثين مليون وهؤلاء الزوار أكثرهم من من الشعب العراقي وكم عدد المريدين للإمام الحسين في جميع أنحاء العالم ما هو عدد الشيعة فقط في العالم والمسلمين والمسلمون أيضا فإن معظمهم من المحبين للإمام الحسين وحتى الكفار حتى النصارى اليهود البودائيين المجوس والصائبة وغيرهم أنا رأيتهم في العراق كانت لهم مجالس عزاء كان يقيمون المراسم العزاء ويشاركون فيها الإمام الحسين فأين هؤلاء؟ فالكل بقدر ما يتمكن يسعى يسعى بحسب قدرته بحسب إمكاناته بشتى الطرق والوسائل يسعى لتعظيم زيارة الأربعين أن تكون أفضل وأفضل وأقوى. فإن كان أحد الأشخاص لا يستطيع الخروج من بلده لسبب ما كان ممنوع من الخروج من بلده فعلى الذين يستطيعون العمل لأجل رفع المنع عنه وتوفير الإمكانية لزيارة هذا الشخص فليفعل إذا كان شخص ليس لديه أموال ويريد الذهاب اعطوه المال إذا لم تتمكنوا من إعطاء المال فاسعوا في جمع المال وعلى من له الجاه الوجاهه جمع المال الكافي لاستئجار عدد من الطائرات لنقل الناس الى زياره أمام الحسين بشكل مجاني وكذلك استئجار حافلات كبيره هذا ما حدث في السنه الماضيه قام بعض بهذا الفعل وهنيئا لهم هنيئا لهم ولا بد ان يكون اكثر من هذا ان ان يكون عمل جماعي في هذه القضيه هناك روايه وارده في الاضحيه تقول إن كان شخص لا يملك المال الكافي للأضحية يمكن أن يشترك فيها اثنان وتقديمها مثلا وكذلك إن كان هناك عشرة وليس لهم القدرة على ذلك فيضعوا مالهم معا ليشتروا به الأضحية وجاء في الرواية إن كان سبعين وليس لهم القدرة يمكن أن يجمعوا مالهم وشراء الأضحية وهذا عمل مستحب فما هو الإشكال في أن تكونوا سبعين شخص شخصا وتجمعوا مالكم لإرسال أحد الأشخاص إلى كربلاء أو إرسال عشرة 10 أو مئة يعانون من وضع اقتصادي متدهور فعليكم العمل وتقديم يد العون والمساعدة لهم الذين لديهم مشكلة سياسية يمكن حلها بالذهاب إلى المسؤولين فافعلوا واصنعوا الخير في هذا السبيل كل شخص على كل شخص السعي بقدر استطاعته العمل بقدر استطاعته ومن اجل سعادته في الدارين من احياء هذه الشعيره العظيمه وان تكون بشكل افضل واعظم. كثير من الامور قد تم تسهيلها كما هو الان في العراق ولكن بقي شيئان بقي وتحتاج الى عزائم وهموم عاليه فلتسعي الحكومات ومع الاسف الكثير من الحكومات شقيه ليس لهم التوفيق من هذا الحيث لم يعملوا بالواجب جاء في الروايه وردت في الروايه ان حساب الناس الناس يعني يشمل هذا الحديث الشيعة وغير الشيعة المسلمين وغير المسلمين حتى الكفار الناس الأئمة عليهم السلام الأئمة الطاهرين عليهم السلام كانوا دقيق كانوا دقيقين جدا في عباراتهم وكلماتهم في الرواية أن حساب الناس قبل يوم القيامة مع الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه إننا جميعا سوف نموت نخرج من هذه الدنيا إنك ميت وإنهم ميتون كم هو عدد الحساب ومراحل الحساب في الروايات تقول بأن الإنسان أولا يحاسب في لحظة نزع الروح عن البدن في تلك اللحظة أينما كان في البحر أو في البر أو في السماء أينما كان في تلك اللحظة التي تنفصل الروح وتصعد إلى السماء تصعد إلى الأعلى فيحاسب يحاسبه الله عز وجل حسابا سريعا في تلك اللحظة لجميع ما عمله في حياته ولن ترفع الجنازه الا بعوده الروح هذا هو الحساب الاول الحساب الثاني فهو في الليله الاولى بعد الموت سواء كان في القبر او في مكان اخر يعني قبل القبر في الليله الاولى هناك حساب ويقوم به المنكر والنكير والمنكر هناك حساب يتم في يوم القيامه وهناك حساب آخر بين الاثنين وهو مع الحسين بن علي عليه السلام كل واحد منا سيواجه الإمام الحسين عليه السلام في يوم ما للحساب ولا سامح الله أن نكون في تلك اللحظات أن تكون رؤوسنا منكوسة وأن نكون خجلين أمام الإمام الحسين عليه السلام ماذا عسانا أن نقول له؟ نقول ان عرقلنا الشعائر اقرنا عرقلنا الزائرين وضعنا على العقبات والموانع امام الزوار نقول له لم نسمح له الفيزا الخروجيه اني اتذكر كان هناك عدد من الموظفين في العراق يقولون ان المامور معذور اننا معذور موظفين إن أننا موظفون للدولة وليس بيدنا حيلة، أما الفقهاء يقولون هذا غير صحيح، أن المأمور ليس معذور مطلقاً. في بعض الحالات يكون معذور ولكن إذا لم يكن له الخيار يكون معذور. بل إن المأمور موزور يعني له وزر، له عقاب بما يفعله، وإن كان مأموراً. فهل من جاء لقتال الإمام الحسين عليه السلام معذور بهذه الحجة؟ هؤلاء كانوا مأمورين. لأن ابن زياد عمد على قتل كل من يأبى الخروج لقتل الإمام الحسين ليكون وكان يقتل من يمتنع ليكون عبرة لغيره. وهناك قصة نقلها التاريخ أنه جاء رجل إلى الكوفة ليأخذ مالا من أحد الكوفيين ولم يكن يعلم عما يجري من الأحداث فيها. قال ابن زياد اقتلوه ليكون عبرة للآخرين لعدم خروجه. مع الجيش هل مثل هذا يكون عذرا في قتل الامام ان الوظيفه علينا على الجميع تحتم عليكم العمل بكل الوسائل المتاحه لتشويق وحث الاخرين سواء كانوا يعيشون في الدول الاسلاميه او الاجنبيه لزيارة كربلاء في أيام الأربعين ومساعد أن الإمام قطعا له أكثر من ألف مليون شخص من المحبين والمريدين ولا يأتي من هؤلاء إلا عشرين أو ثلاثين مليون فقط من هؤلاء ألف مليون نصفهم يتمكن من الزيارة يقول بعضهم إن جاء كل هؤلاء المحبين إلى كربلاء فهل تستوعب كل تلك الأعداد؟ لا ربط بنا أنهم إلى أين يأتون في كربلاء فليأتوا إلى كربلاء وأن يأتوا إلى أطراف كربلاء إن قيل لأحد قبل خمسين سنة أن هناك خمسة وعشرين مليون شخص سوف يأتي لزيارة كربلاء كان يقول إلى أين يأتون؟ ليس لهم مكان ولكن حدث هذا اليوم الكثير غافلون من أجل أضحية للإمام من أجل أضحية يقول الإمام بالمساهمة ولو سبعين شخص أن يساهموا ويأتوا بهذا المستحب كذstruح. اسعوا اسعوا لزيارة الأربعين بحيث إذا قابلنا إذا رأينا الإمام الحسين عليه السلام لا نكون من الخجلين أمام الإمام نقول له أننا سعينا بقدر وسعنا لنكون من من الذين يقول لهم الامام سيد الشهداء بارك الله فيكم هذا ثمين جدا هذا له اعظم قيمه الامام امير المؤمنين عليه السلام وهو سيد البلغاء سيد البلغاء قال عليه السلام قسم ظهري اثنان وهو سيد الفصحاء والكلمات العربية دقيقة جدا جدا إذا كسر الظهر يقال له بالعربية كسر ولكن إذا كان هذا الكسر بحيث لا يمكن إصلاحه ولا ترميمه وقد قيل في الكتب اللغة بأنه إذا كان الكسر بحيث ينقطع الجسم إلى قسمين يعني يكون الكسر بحالة ينقسم إلى قسمين فهذا يقال له قسم قسم ظهري الإمام لا يقول كسر ظهري بل يقول قسم ظهري اثنان قسم ظهري اثنان جاهل متنسك وعالم متهتك ذاك الشخص الذي لا يتسرع بإصدار الحكم بحلية وحرمة المسألة الشرعية يعبر عنه الإمام بأنه قصم ظهري إلى نصفين جاهل الذي يعرف المسألة ولكنه منحرف من قبيل علي بن أبي من قبيل علي بن حمزة البطائني زياد القندي ابن أبي العزاقر المغاني وغيرهم من أولئك الذين عاصروا الأئمة الأطهار عليهم السلام من المنحرفين الذين أجابوا خلاف الواقع هذه الزيارة الأربعينية تتطلب العزم والهمة من الجميع الجميع لابد أن يهتموا فإن كان عدد الزوار عشرين مليون زائر فليصل هذا العدد إلى الأربعين وليكن ستين مليون وليكن أكثر مئة مليون نعم قد سألوني وأجبت سألوني بأنه لو وصل العدد الزوار إلى مئة مليون أو مئتين فأين يذهبون إلى أين يذهبون قلت لا مانع فليكن مدة الزيارة زيارة الأربعين من أول صفر إلى آخر صفر كل شخص يأتي يزور ومن ثم يخرج من كربلاء يعبر الفقهاء عن ذلك في الاصطلاح العلمي بتعدد المطلوب تعدد المطلوب في المستحبات وهذا من التعدد المطلوب شد العزائم غدا عند الإمام الحسين عليه السلام الحساب مع الإمام هذا الحساب قبل يوم القيامة لا نعرف متى متى يكون قبل يوم القيامة هل يكون قريب من يوم القيامه او يكون بعد الموت قريب من الموت بان نفتح عيوننا ونكون في قبال الامام الحسين عليه السلام يوم يتذكر الانسان ما سعى كل ما عملناه نتذكره في تلك اللحظه وفي تلك اللحظه لا نكون من الخجلين الذين قصروا بالنسبه الى الشعائر الحسينيه عليه السلام وان نكون من الخجلين امام الحسين. اسال الله تعالى وت... اسال الله تبارك وتعالى ان يدوم تلك التوفيقات لكل من له التوفيق في هذه القضيه وزيادتها وازديادها اكثر فاكثر وكل من لم يصل اليها ياخذ بايدي الجميع الى هذه الشعيره والى كل ما هو خير وصلاح وصلى الله على محمد واله الطاهرين. هم بیش از پیش موفقش کنه و هر که تا حالا این توفیقات نداشته دنبال کنه از این توفیقات بیشتر بهرمند بشه و الله علی محمد و آله الطاهرین